منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين كتعقد لقاء حول قانون المالية 2020 آفاق التنمية الاقتصادية. قانون المالية كيف كيعرف الجميع تم التصويت عليه في البرلمان الأسبوع الماضي. احنا كمنظمة موازية اشتغلنا في هذه الفترة كلها على قانون المالية وعلى التعديلات اللي تقدم بها الحزب، واللي كانت واحد تجاوب مع إدارة الضرائب ومع وزارة الاقتصاد والمالية. اليوم احنا كنعقدوا هذا اللقاء وهذه الندوة باش ننوروا الرأي العام، وكانوا عدد كبير من الخبراء، عدد كبير من رجال الأعمال اللي متعطشين باش يعرفوا تنزيلات ديال قانون المالية 2020 وبعض الخصوصيات اللي خصات بهذا القانون. هذا القانون كان عنده واحد الأولويات اقتصادية واجتماعية في نفس الوقت. الأولويات الاجتماعية هي عطينا واحد الميزانية مضاعفة لقطاع الصحة وقطاع التعليم. اليوم القطاعين بجوج تخصات لهم ميزانية كتقدر ب 91 مليار ديال الدرهم، بما يعادل 30% من الميزانية العامة للدولة. كان هناك بعض الإعفاءات لفئة التجار، لفئة المقاولين الذاتيين، وكانت هناك أيضا بعض الاقتراحات باش بعض التعديلات اللي كان الهدف منها هو النهوض بالمقاولة المنتجة لونتربريز برودكتيف، باش نقدروا اليوم نعطيوها تحفيزات ونحفزوا الاستثمار بلادنا. فلهذا كان هناك مراجعة نسبة الضريبة على الشركات، اللي كانت الضريبة على الشركات الصناعية اللي تم مراجعة ديالها من 31% ل 28%. وكان لا ريفو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال من 0.75% ل 0.5%. وكان هناك ايضا بعض التعديلات اللي تقدم بها الحزب للنهوض بالفئات الاجتماعيه، وباش نقلصوا الفوارق الاجتماعيه في هذا القانون الماليه. ونذكر بان اليوم قانون الماليه هي نقطه بدايه، لان كيجي لو لوندومان ديال لي زاسيز دو لا فيسكاليتي اللي تعقدوا في الصخيرات في شهر ماي 2019، واللي كانوا عدد كبير من المقترحات وعدد كبير من المبادئ لي برينسيپ اللي كانوا خدات وزاره الاقتصاد والماليه عهد بانها تخرجها الحيز الوجود. واليوم اول قانون اللي كيجي قبل من القانون الاطار لا لوا كادر سور لا فيسكاليتي اللي راهي في لو سيركوي ديال لا فاليداسيون. دونك اليوم كان هذه بدايه كيف قلت، اللي ان شاء الله غادي تعطينا مقترحات اخرى وتعديلات اخرى اللي غادي يقوم بها واللي غادي تاثر قوانين الماليه ديال السنوات 4 سنوات المقبله.